راسك. حبيبي حسين، شلون الكتاب معك؟ تمام؟ ايه الحمد لله. هدي يا بي، هدي حبيبي. زينه، لوين وصلتي حبيبي؟ جزء عمّا. تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، الحمد لله. هدي يا بي، هدي. الحمد لله، الحمد لله. لا تأخذني تقبرني، تأخرت بالشاي. لاي خليلي عمرك، شو تأخرتي ما تأخرتي؟ الله يخليلي اياكي، الله يعطيكي ألف عافية يا رب. ابن عمي اليوم ما بتتخيل قديش طار عقلي. سلامة عقلك، خير إن شاء الله. تقبرني اليوم الشيخة كانت عم بتخبرني إنه الناس بالجامع عم يدعوا لك ليل نهار على السبيل اللي ساويت لهم إياه. الحمد لله، الحمد لله، كل ساعة وكل وقت، هيدا واجبنا. يعني ما في أحسن من إنه هيك تروي حدا عطشان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لك تقبر قلبي، لك إن شاء الله بتمسك التراب بيقلب ذهب. أي تقبرني، طمني كيف كان يومك؟ إن شاء الله منيح. الحمد لله، الحمد لله. اليوم بعد صلاة الصبح اجتمعنا نحن والشباب واتفقنا يعني نوزع شوية معونات على الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام. الحمد لله رب العالمين، والكل كان متعاون. لك ريتك تقبر قلبي. عيد الشر عن هديك. مين؟ هدي هدي بهدأني هم الحروف. شوف مين في بالطعمة الأولى. يلا يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك معلم عدنان؟ أهلا وسهلا. أنا زلمي على باب الله، ومثل ما لك شايف معتر، وأنا وأهلي وأخواتي الصغار عايشين بالأجار. لا حول ولا قوة. قاصد الله وقصدك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرف أخي، شرف. تفضل. يلا ماما، يلا فوتوا لي شوي بسرعة. يلا يلا حبيبي، يلا. يعني عدم مؤاخذة، ما شاء الله عمك يعني تفصل يعني اثنين. شو اللي وصلك للمواصلين؟ أنا زلمي مريض، ومثل ما لك شايف لا شغلة ولا عملة. بسيطة أخي، بسيطة محلولة، أنا رح أساعدك. الله يديمك يا رب. الله يخليك، بس يعني ما رح أساعدك هيك إنه تمشي حال اليوم، ومن بكرة ترجع تدق أبواب الناس ومن حارة لحارة ومن هذا. أنا رح أساعدك بإذن الله، يعني مساعدة هيك تحافظ فيها على كرامتك وعلى كرامة أهلك وأهل بيتك. الله يخلينا إياك يا رب. اسمع أخي، من بكرة بإذن الله بتيجي لعندي على الدكان. بتعرف الدكان وين؟ إيه بعرفها، مو هي اللي بأول السوق؟ أيوه. إيه إيه هي هي، بس عدم مؤاخذة يعني شو عرفك فيها؟ والله حكولي عنك بالخير جماعة بصراحة، وأنا قصدك بالخير. يا الله خير، إن شاء الله خير. مو الدكان اللي قدام الفرن هيك كبيرة كتير؟ إيوه هاي هاي. ماشي يا أخي، بكرة تيجي لعندي وأنا لح أدبر لك هيك شغلة مرتبة، وفوهان أنا لح أخذك عند الحكيم يشوف شو عملتك ويداويك. مرضي ماله دواء. لا لا، ما في شيء اسمه ماله دواء، الله بيخلق الداء وبيخلق الدواء كمان. لا تاكل هم. الحمد لله رب العالمين، الله يخلينا اياك يا معلم، الله يخلينا اياك. تعال اخي تعال تعال. لا حول ولا قوه الا بالله. خذ اخي هدول تمشايت حال. شو هدول؟ لبكره. لا ايه خذ بقى. الله يخلينا اياك يا معلم، الله يديمك فوق راسنا، الله يخلينا اياك، الله يرزقك، يخلي لك اولادك يا رب، الله يديمك، الله يخلينا اياك ويديم عيلتك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خير يا عمي، مين ها؟ عادي عادي. ولاد هذا واحد على باب الله. يا حرام، ايه وعطيته؟ الحقيقة ما عطيته. ما عطيته؟ لك شلون يا ابن عمي؟ انت من يوم يومك سيد الكرم، معقول واحد محتاج ما تعطيه؟ لك طولي بالك، طولي بالك.
هاد واحد ما شاء الله عنه يعني بفصل 2 مليم يعني طول وعرض. أنا شولت لحالي إنه هاد متعود يعني على شحال من صغر ومن باب لباب ومن واحد لواحد، فقلت يعني إذا بدي أعطيه بتضربه. لا بلا ما أعطيه، بعلمه صنعة بيستفاد منها وللمستقبل يعني بيساعد غيره وغيره وغيره. كيف صار الأمر؟ أصيل يا ابن عمي أصيل، بس بركي هلأ كان محتاج مصاري. لخ أعطيته شي ست جوه، بس أنا يعني حسيت من كلامه وعلى هوا ما حكى يعني إنه مريض، فأنا شو قلت له إنه يرجع بكرة وباخذه عند العطار بيفحصه بشوف شو مرضه وبداويه، ويعني لقدام يعني بيتعلم له هي الصنعة اللي حكيت لك عليه وبيقدر يساعد الناس لقدام ويساعد نفسه وأهل بيته. لنشوف شو الله بيسير. لك الله يخلي لي اياه، ما في بطيبة قلبك والله. خلي لي اياكي، توصيني شي قبل ما امشي. بدي سلامة قلبك تقبر قلبي ميسرة. سلم لي روحك، الأولاد أكلوني. إيه تقبرني لا تاكلها. لا الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا الله. العافية إلهي. الله يعافيك يا أمي. تقبرني ليش تأخرت اليوم؟ بعيد الشر عن قلبي. إلا فاتولي هي الكلمة تقبرني. أي والله اشتقت لك بس تأخرت علي. وأنا كمان اشتقت لي، بس كان يعني عندي هيك شغل كتير مهم مشان هذا الشاب المتشرد يعني. أي الله يعطيك العافية إلهي، خبرني شو ساويت. يعافي أمري. الشاب اللي إجى لعنا على باب الله يعني بصراحة أنا حبيته، قلبي هيك انفتح له، فشو قلت لحالي لو خليني ساعده لأبعد الحدود. أخذته يعني عندي هيك طبيب على قد يعني يفحص عليه، يشوف شو عيلته وشو دواء يساعده، وبنفس الوقت يعني أعطيته هيك مبلغ يمشي أموره فيها، وبلشت معه يعني إنه يعني يتعلم له شيء صنعة هيك لحتى لقدام يفيد نفسه ويفيد عيلته ويفيد الناس اللي حواليه. الحمد لله الحمد لله كان متجاوب بكتير. ايه الله يوفقك تقبرني. يخلي لي اياكي، الاولاد اكلوا. ايه تقبرني اكلوا ناموا الحمد لله. يلا تقبرني قوم غير اوعيك لكون حطيت لك الغداء انا. يلا الله يعطيك. شوف يا سليم، الحياة فرص مثل ما بتقول. نعم. وهلا اجتك الفرصة هيك الله من عنده يعني بعت لك هي الفرصة. أنت مفضل علي يا معلم، وهذا فضلك أنا ما بنساه طول حياتي. الفضل لله، الفضل لله، نحن مجرد وسيلة. الله يخلي لي إياك. خلي لي إياك، وأنت حدا متربى ببيت أهلك وبتفهم الأصول. الله يديمك يا معلمي وخلي لي إياك فوق راسي يا رب. أنا من ناحيتي مأمن فيك، مأمن فيك كثير، ولذلك أنا بدي إياك تشرف على كل الأمور، كل الأمور تشرف عليها، تشرف على الأموال وعلى الشغيلة وعلى المحل وعلى كل شيء. تعرف الأمر بين إيديك وأنت قد الأمانة أكيد. أكيد يا معلم، أنت مأمني على مالك ورزقك، فأنا بدي أكون قد المسؤولية وبيض لك وشك إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. إن شاء الله. بدي إياك تدير بالك على كل شيء، حركة السوق، التعاملات مع الناس، الأخذ والعطاء، وبدي إياك
اتراحي الناس بشرعكم. عسى الله راضي معلم. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويخلي لنا اياك ويديمك فوق راسنا يا رب. الله يخلي لي اياك يا معلمي. الله يخلي لي اياك. خذ الباب. بدك شيء معلمي؟ سلامة قلبك. سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يقدرنا على فعل الخير. أنا سليم، هدول الأغراض من عند معلمي عدنان. سليم، معلمي طلع من البيت ونسي خبرك، هلا هو ناطرني براس الحارة، بده 500 ذهبة لأنه عنده شروة بالمحل، وبعلامة كان عم يقول لك إنه عندكم سيران بالربوة. استنى استنى شوي سليم. خلص رح اعطيهم واتكالنا على الله. اكيد عدنان واثق فيه، سبق وعطيه مصاري ومأمنه.
شو بدي اعمل؟ شبكي يا فادية، من طول عمرنا نحن بنثق بسليم، ليش هيك مترددة؟ الله يغزيك يا شيطان، اتكلت على الله. أخي سليم، هي الذهبات. ولك يخلي لي اياك. كيفك يا عمري؟ الحمد لله. لا ويلو لا تقبرني، هن ببيت جدهم. ايوه ايه ايه. شو عليك؟ المهم شيلنا مسيرة الأولاد، بشرني تقبرني، شو صار معك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله، كل أمور بخير الحمد لله، السوق تمام والحركة منيحة الحمد لله. ايه كثير منيح، بس الشروة، بشرني ابن عمي. شروة؟ ايه ابن عمي شروة اليوم. لو ايه ابن عمي، مو اخذت ال 500 ذهب مشان الشروه؟ انا اخذت 500 ذهب اليوم مشان شروه. عدنان، مو بعتت سليم لياخذ 500 ذهب؟ مين سليم؟ ابن عمي سليم الصنايعي اللي عندك. ايه شبو؟ شو شبو عدنان؟ اخذ ال 500 ذهب مشان الشروه تبعك اليوم؟ انا عندي شروه اليوم. عدنان مشان الله لا تمزح معي هالمزحة. استني شوي، يعني هلا سليم اجى لهون على البيت ودق عليك الباب وطلب 500 ذهبة وانت اعطيتيهن هيك؟ لك ايه ابن عمي، انت بعد ما رحت الصبح دغري دق الباب علي سليم وقال لي بدك ال 500 ذهبة ضروري لانه عندك الشروة مستعجل علي. انا بعد ما رحت بعته لسليم. عدنان خلص بقى مشان الله وقف قلبي. يلا سليم اجى لهون واخذ 500 ذهبة. ايه عدنان 500 ذهبة يعني تحويشة العمر نحن اللي حاطينها بالصندوق، اجى اخذها سليم. لك ايه وراح. لك ايه يعني اخذ 500 ذهبة وراح؟ لك شبك ابن عمي، لك هاد سليم اللي طول عمرك بتثق فيه، لك يا ما بعطين معه مصاري. لك ايه فهمت، يعني اجى لهون اجى واخذ ال 500 ذهبة وراح خلاص. بوس ايدك ابن عمي، ما عاد فيني حيل. قل لي انك عم تمزح مشان الله. مين؟ ال 500 ذهبة راحوا؟ ياما تقبريني، لازم تديري بالك من أقرب الناس إليك. شنو أقرب الناس إليك؟ بيعرف شو إليك وشو عليكي وشو الشاردة وشو الواردة. مشان هيك إش كان تمك مليان دم ما تبزي قدام حدا، لا تحكي لحدا شي، بنوب بنوب بنوب. لا شو صار معي ولا شو ما معي، بنوب ياما انكتمي. والله معك حق ياما، أساساً عدنان حالف ما عاد يساعد حدا غير الواثق فيه. ما أحلاه يساعد حدا بعد الفصل اللي صار معه. اي والله يا عم. بس يا امي والله شي بيقهر، يعني كان واحد شحاد ما حيلته شي، فوته على بيته وامنه على مرته واولاده، لك وصرف عليه وعلى عيلته، لك وطببه، اخر شي يساوي هيك؟ ليش هيك الناس؟ ليش يا امي؟
مزبوط، والله الحق معك لك امي. في ناس ما لها بحاجة وبتمد ايدها مشان يزودوا الثروة تبعهم، مشان يزيدوا مصرياتهم، وفي ناس ولي على طولي بحاجة كتير وميتين من جوعهم، إذا بتقطعيهم ما بيمدوا ايدهم، نفسهم عفيفة لك امي. هيك الله خالقهم. قولي لي امي، شو صار مع جوزك؟ جاب البضاعة ودفع حقها؟ لك اخ يا امي اخ، يا علي يا علي، منين بده يدفع؟ منين؟ بعد ما هالنصاب اخذ الذهبات كلياتها صارت ما حيلتنا شيء، يعني لو ما باع هالكام مال كانة كنا يمكن صرنا شحادي، بس بفضل الله، الله ما بده يكسرنا، وان شاء الله يا رب ما بنعتاس حدا. حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يسامحه ولا يبارك له. امين. وبعدين شو صار معكم؟ ما صار شيء يا مو، رجع تاجر مثل ما كان، بس اكيد تاجر صغير مو مثل ما كان كبير. بس معلش بنحمد الله على كل شيء، يمكن اساسا كل شيء صار معنا هاد درس لنا لحتى يتعلم عدنان ما عاد يثق بحدا ابدا. ماشي الحال يا مو، لازم تتاكدي وتعرفي انه عند الله ما بيضيع شيء امي. ونعم بالله. عاد العاد شلونك؟ شو اخبارك؟ علينا اخي. وين عاد مبين؟ لا والله شوية مشاغل، خليه على ربك. يلا نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. مرحبا ابو راد. اهلين عمي ابو محمود. شلونك؟ الحمد لله. وين الغيبة؟ الحمد لله. رضا شوية مشاغل. ايه ما بدك تجي لعندي نشرب لنا نفس ارجيلة؟ يلا ان شاء الله ان شاء الله. عن قريب عن قريب. السلام عليكم. الله على مين عاد هو؟ الله يا معلم تسامحني. الله يا عم الله تسامحني. لك ببوس ايدك ورشدك تسامحني. والله ما خلصت شيء. سامحني يا معلم. سلامي لك. سامحني يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك معلم عدنان؟ أهلا وسهلا. أنا زلمي على باب الله ومثل ما لك شايف معتر، وأنا وأهلي وأخواتي الصغار عايشين بالأجار. لا حول ولا قوة. قاسم الله وعزه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفني شرفني. أنا من ناحيتي ما أمن فيك كثير، ولذلك أنا بدي إياك تشرف على كل الأمور. تشرف عليها، تشرف على العمال وعلى الشغيلة وعلى المحل وعلى كل شيء. تعرف الأمر بين إيديك وأنت قد الأمانة أكيد. بعدين صعدت على ال... شو الحكاية هاي؟ يعني سمط وفطرت على بصلي؟ عفوا أنا حكواتي أبا عن شد وجد الجد. نعم جدي الله يرحمه كان حكواتي، وأبي الله يرحمه كان حكواتي، وأنا حكواتي غصبا عنك. مفهوم ولا لا؟ وحكايتي حلوة. لا سيدي ما حلوة. لا حلوة. لا ما حلوة. لا حلوة. سليم نعيم شبكة حلو صار لعائلته
تعرفوش وصار عندك عالكون لك فضحتونا قدام الجماعة شي حلوة يا سيدي قصة سليم حلوة واللي حكاه صح كمان فضل فضل شكرا شلون صح يعني راح لك شو يعني الواحد لازم يتعلم انه ما يسك من مين ما كان ولا يفتح بابه لمين ما كان يسلم تمك يا ابو صبحي لانه يا ابني اذا كان الانسان نفسه عزيز عليه ما بينام بالشوارع وبيشحب بالزقايق بيكسر ايده لهاد وهاد وهاد صح ولا لا يا ابو النور عم تحكي مدوزن ابو ريمون اصلي ومثل ما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي يلا يسلم هالتم يا بريمون تمك دخيل عينك ضيفني لي كمان شاء إيه مو على عيني تفضل نعيم السلام حطيله عافية بتضلوا حبايب الله يرضى عليك حلوة حكايتك حلوة